Unité 5. L'eau et la vie. La production écrite. Page 159. Svamyot Sodormsin. La production écrite. Seul Owel, j'écris. Kirolina, j'écris. Pour dire ce qu'il faut faire. إذن جيكري أكتب لأقول ما يمكن أن ما يجب عمله أو ce qu'il ne faut pas faire أو ما لا يجب عمله pour respecter l'eau لاحترام الماء. إذن غنكتب ما يجب عمله أو ما لا يجب عمله لاحترام الماء. سؤال الجملة الأولى غنقول فيها il faut respecter l'eau يجب احترام الماء car لأنه elle est la source de vie لأنه منبع الحياة de tous les êtres vivants لجميع الكائنات الحية. نعود il faut respecter l'eau car elle est la source de vie de tous les êtres vivants. جملة ثانية نقول فيها l'eau est précieuse. الماء ثمين. ثمين. Nous devons la protéger. يجب حمايته. جملة ثالثة il ne faut pas gaspiller l'eau. لا يجب il ne faut pas gaspiller تبذير الماء. ثاني نمر إلى السؤال الثاني يقول لنا السؤال الثاني je complète les phrases أكمل أو أتمم الجمل avec ما ne laisse pas faire. إذن ne laisse pas, ne laisse pas, لا تترك, ne fais pas, لا تعمل, أو n'arrose pas, لا تسقي. إذن الجملة الأولى قلنا de bruit, صداع, pour ne pas déranger les voisins, باش ما تصدعش الجيران. إذن هذه هي الجملة الأولى. صداع باش ما تصدعش الجيران. إذن غنقولو ما ديرش صداع. Ne fais pas. Ne fais pas de bruit. ما ديرش صداع. Pour ne pas déranger les voisins. جملة ثانية. غنكتب الجملة غنكتبوها نعاود نكتبوها هنا. Ne fais pas de bruit pour ne pas déranger les voisins. إذن جملة ثانية خيني تجوي بارتو. خيني أنه الألعاب مبعثرة بارتو في أي مكان. إذن الجملة غتقول له ما تخليش الألعاب ديالك مبعثرة في أي مكان. إذن en français on va dire ne laisse pas. Ne laisse pas traîner tes jouets partout. La tatrok l'alab mubatara fi ayi makan. N'aoud ktbou l'jumla. Ne laisse pas traîner tes jouets partout. Jumla telta. Les plantes ne batat quand il fait chaud. Mni koukoun l'hal s'khon. Idan ghan khulo, jumlo. ما تسقيش النبات من يكون الحال سخون. ناغوز با إذا ناغوز با ناغوز با لي بلونت كونت إل في شو. نعاود نكتبوها ناغوز با لي بلونت كونت إل في شو. نمروا إلى السؤال الثالث عندنا فيه جوبسيرف ليماج. إذا ألاحظ الصورة إي جيكخي
واكتب دي فراز جيكري دي فراز بور اكسبريمي اون انترديكسيون باش نعبر على واحد المنع. نلاحظ هذه الصوره كنلاحظوا انه في البحر وكاين هنا كيخوي هنا القادورات كاين قادوس كيخوي القادورات هنايا وكنلاحظوا فيه مجموعه من الاسبال كترمى هنا في البحر فيها القراعي فيها هذه الانسان. اذا باختصار انه نلوث البحر. اذا شو غنقول له الجملة الأولى شنقولو ne jette pas ne jetez pas les saletés dans la mer. لا ترمي ne jetez pas les saletés لا ترمي الأزبال dans la mer في البحر. الجملة الثانية نقولو il faut respecter le milieu de vie des poissons. يجب احترام respecter le milieu wasat l'aïch milieu de vie des poissons wasat aïch l'asmak. Jumla tania telta la mer n'est pas une poubelle. L'bah leïsa khumama leïsa khumama telien armi fihi l'asbel. La mer n'est pas une poubelle. إذا ماشي بالزبالة البحر. وأخيرا السؤال الرابع نأتي إلى السؤال الرابع je mets en ordre les étapes d'une histoire. إذا أضع بترتيب مراحل واحد القصة مراحل les étapes هي مراحل l'histoire هي القصة مراحل القصة. La première et la dernière sera l'oula ou l'akhira. La première et la dernière phrase de la jumla l'oula ou jumla akhira sont bien à leur place. Et dans le mécanisme, هذوك موضوعين غادي نوضعوه. الاولى هي هذه. اذا je m'appelle Kada. أنا اسمي كذا هي هذه البنت اللي كتصعدوها في الصورة. الأخرى إذن alors pensez à nous ne gaspillez pas l'eau. alors إذن فكروا فينا هنا ما تضيعوش الماء. إذن غنحاولوا نوضعوا هاد رتبوا هاد الجمل هذه اللي بغات لها. هنا عندنا الجملة الأولى الثانية chaque jour je passe 4 heures pour rapporter l'eau à ma famille. إذن كل نهار كنجيب كندوز 4 سوايع باش نجيب الماء إلى عائلة ديالي. وكاين هنا je vis à Mali en Afrique. أنا أعيش في مالي أعيش في مالي في أفريقيا. إذن هذه بطبيعتها وقيلا تكون هي الجملة الثانية لأن هذه بمثابة التعريف. هنا كيقول لنا جو مابيل كذا انا اسمي كذا وهنا غيقول لنا انا اعيش في مالي. اذا هذه هي الصورة هي الجملة الثانية جو في او مالي اون افريك. سي تري دور سي تري دور. اذا قاصحة بزاف صعب الحياة صعبة. اذا غتكون هي الجملة الثالثة نعم سي تري دور. غتبقى لنا pour cela je marche 5 km. يدن لي هذا اذهب 5 كيلومترات pour aller à la source la plus proche باش نمشي لواحد la source من بعد ديال الماء الاقرب. هنا غتكون ما تكونش بطبيعتها هي الرابعة غتكون هذه chaque jour. يدن كل يوم chaque jour il y a là-bas je passe 4 heures quand vous avez besoin pour apporter de l'eau à ma famille باش نجيب الماء للعائله ديالي. والخامسه هي هذه pour cela لهذا. اذا هذه الخامسه pour cela
أمشي 5 كيلومترات، أمشي 5 كيلومترات pour aller à la source la plus proche. إذن هذا هو الترتيب ديال الجمل، وبهذا نأتي النهاية. شكرا، et n'oubliez pas de s'abonner.